NIS, l'école française. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذي وتلميذاتي الأعزاء، اليوم سوف نتحدث عن جزم الفعل المضارع. بما سبق الفعل المضارع في الجمل التالية: لا تخالط الأشرار، لم أستطع حل اللغز، ليسرع المسلم إلى أداء الصلاة. أنا ملاحظة إن تخالط ده فعل مضارع، أستطع فعل مضارع، يسرع فعل مضارع، التلاتة اتسبقوا بأدوات جديدة عليا. أنا خدت أدوات نصب الفعل المضارع اللي هي أن ولن وكي وحتى ولام التعليل، ما خدتش غيرهم. لكن النهاردة في ثلاث أدوات جداد، يا ترى دي أدوات إيه؟ اللام دي أدوات أداة إيه؟ أنا خدت اللاتي قبل كده، دي لن هي، ودي لم، ودي اللام، هي دي لام التعليل؟ طب أشيلها وأحط الكي؟ لأ، هي دي لام الأمر، فيها دعوة للأمر وفيها طلب إن المسلم يسرع لأداء الصلاة. يبقى لا ولم ولا ولام الأمر دي كلها أدوات من أدوات الجزم. تعالوا نتعرف مع بعض على أدوات الجزم عن طريق المراية والعدسة دي. أول أداة عندنا هي لم. العدسة إحنا شايفين لم. تعالوا ناخد العدسة ولا الناهية ولام الأمر. إذن أدوات الجزم هي لام الأمر، لام النهية، ولم. دي أدوات جزم الفعل المضارع. تعالوا نشوف مع بعض نموذج ومثال نطبق عليه. لم يقصر آباءنا وأجدادنا في خدمة وطنهم. عايزين نحدد مع بعض الفعل المضارع الموجود في الجملة. لم يقصر، يبقى الفعل هو يقصر. ما الأداة التي سبقت المضارع؟ لم. إيه فائدتها في الجملة؟ بتفيد نفي الماضي. ما هي الحركة التي ضبط بها المضارع؟ الحركة بتاعتنا اللي ضبط بها المضارع هي إيه؟ هي السكون. هي إيه؟ السكون على الفعل يقصر. لا تفرط في شبر من وطنك. لا تفرط في شبر من وطنك. هنحدد برضو مع بعض أول حاجة الفعل المضارع. تفرط، إيه الأداة اللي سبقته؟ لأن هي، إيه فائدتها في الجملة؟ تفيد النهي. إيه الحركة اللي ضبط بها المضارع؟ السكون على الفعل تفرط. ليكن هدفك العمل من أجل دينك ووطنك. الفعل بتاعنا هو يكن. ما الأداة التي سبقت المضارع؟ هي لام. إيه فائدتها في الجملة؟ بتفيد الأمر. إيه الحركة اللي ضبط بها المضارع؟ هي السكون على الفعل يكن. يبقى إذن يا ولاد يجزم الفعل المضارع إذا سبق بإحدى أدوات الجزم وهي لم ولن هي ولام الأمر. وفي الحالة دي بتكون السكون هي علامة جزم الفعل المضارع. في الحالة دي السكون بتكون علامة جزم الفعل المضارع. تعالوا نمسح مع بعض ونشوف أدوات الجزم اللي عندنا ونحطها في الفراغ المناسب. هنجيب المحاية ونمسح مع بعض. دي أول أداة، لا لم ولام بتاعة الأمر بتاعتنا. تتهاون في تأدية الصلاة، يا ترى نختار أنهي أداة من أدوات الأمر بتوعنا؟ هنختار أنهي أداة نحطها مع تتهاون في تأدية الصلاة؟ تيجي نختار؟ نختار لا لا تتهاون في تأدية الصلاة. يحضر الفريق الطبي للمدرسة، تعالوا نحط معها أداة، لم يحضر الفريق الطبي للمدرسة. تكثر من تناول الحلويات، يبقى لا تكثر من تناول الحلويات. تلتزم كل فتاة بالأخلاق الحميدة، أكيد لام الأمر، يجب أن تلتزم، يبقى لتلتزم كل فتاة بالأخلاق الحميدة.
تعالوا نكمل مع بعض. اضبط الفعل المضارع في الجمل التالية لتجمع أدواتك بعد الانتهاء من العمل. لتجمع هنحط إيه على الفعل تجمع؟ تمام، سكون. طلب مني أبي أن لا نتأخر في الحديقة، يبقى نحط على الفعل نتأخر سكون. أعد هشام جدولا كي يستعد للامتحان، هو احنا هنحط فين الأداة؟ الأداة هنا كي، يبقى الفعل المضارع اللي وراها إيه؟ يستعد، يبقى منصوب ولا مجزوم؟ تمام، منصوب، يبقى كي يستعد. تتجمع الغيوم في السماء، تتجمع الغيوم في السماء. لن يتناول محمود وجبة الفطور، لم يتناول عليها سكون محمود وجبة الفطور، لذلك شعر بصداع. تم بحمد الله تلاميذي الأعزاء درسنا النهاردة، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم بكل معلومة في درسنا اليوم. شكرا.